لانه اختي بتدخن كمان. بتدخن شي باكيتين كل يوم. شوية وقت وحوار من القلب للقلب بتصير حياتنا افضل. بيكون ما له بني ادم، ما له انسان، ما عنده ايمان، لانه النظافه من الايمان. انت شفته بعينك عم يرمي نفايات المطعم بالنهر؟ دون ما اشوفه، لانه لما فتت على الحمام اكتشفت انه ميه الصرف رايحه على النهر. رزع مصدر النهر الخلاب ولوث ميته اللي عم تسقي المزروعات مشان ناكل خضروات مسممه كلها جراثيم. استاذ، مو لازم يكون في عقوبه على هيك تصرف؟ حبيبتي، قد ما كانت العقوبه بتضل اقل من الجريمه اللي ارتكبها. بده رمي رقبته هذا، لانه عم يدمر البيئه ويؤذي مجتمع بحاله. على كل حال حبيباتي، يعني مشكله المياه مو بس بالتلوث، في مشكله ثانيه. انا هلا رح بعمل حركات وانتم بدكم تحزروا شو عم اساوي. ماذا فعلت الان؟ فتحت صنبور الماء. والان غسلت يديك ووجهك. والان تناولت المنديل وجففت وجهك. صح. والان علقت المنديل. والان اغلقت الصنبور. مظبوط. لكن حبيباتي، في غلط انا ارتكبته هلا بحق البيئه. شو هو؟ هدرت مي. كنت لازم نسكر الحنفية أول بعدين تنشف. صح، صف أولى بكفي. أصبح حبيباتي مو بس لازم نحمي المياه من التلوث، كمان ما نهدرها. أستاذ، صحيح إنه المياه الجوفية عم تنقص؟ طبعا. معناتها بس نكبر بجوز ما يزيد لنا مي لنشرب. أكيد، إذا بده يبقى الهدر شغال. مصيبة. حبيباتي، عنصر ثاني مهم من عناصر البيئة هو الهواء يلي بلا نحنا بنختنق. حبيباتي، مين بيقدر يشرب من هالمي؟ لحظة، بدي حط لها تلوث كمان. مين بيقدر يشربها؟ ما بتنشرب لأنها مي ملوثة. شو رأيكم حبيباتي إنه الهواء اللي عم نتنفسه هو ملوث مثل هالمي هي، بس نحنا ما بنشوف عكره. وأكثر ملوث للهواء بالأماكن المفتوحة هو دخان السيارات اللي احتراقها غير كامل. أما بالأماكن المغلقة فأهم ملوث هو دخان السجاير. أستاذ، أنا بدخن. هاي مو مشكلة. شو قلت؟ قلت أنا بدخن وأختي بتدخن كمان. بتدخن شي باكيتين كل يوم. وأهلكم بيعرفوا هالشي؟ بتدخن قدامهم. هلا انتو عم تحكوا عن جد ولا عم تمزحوا؟ استاذ، بيقصدوا انه اهلهم بيدخنوا. نبقى قاعدين انا واختي عم ندرس، وابي وامي بيشرعوا السجاير وتعبئ الغرفه ونبلش نحن نسعود. ما بنكون عم ندخن مثلهم، عم نتنفس هوا كله دخان. معكم حق. على كل حال حبيباتي، هلا خلص الوقت المخصص لاجتماعنا، وبتمنى ان شاء الله من كل الاطفال انه ينضموا لنادينا اللي هو نادي البيئه. وبدي بالاجتماع القادم كل واحد منكم يحكي لي شو عمل للحفاظ على البيئه، لانه بيظهر انه سلامه البيئه بتهمكم انتم الصغار اكثر ما بتهم الكبار. شو التمثيلية؟ بالطرمخ بدها سيجاره. لك نفخيه، لانك ما عم تعرف تربيها. لك اختك مرباية، لو ما كانت مرباية ما كنت تجوزتها. شو بابا، خلصتوا دراسة؟ لا بابا. لك وين رايحين؟ رح نكمل دراسة على البلكون. شو بتقصد لك؟ بابا برد عليكم على البرندة. وهون الأوضة كلها دخان، كأنها عم تدخن مثلكم. برد أرحم بقنا، ويا نحنا يا سيجارة. برد علي، بتسمع وبتشوف بهالتلفزيونات وبتصدق. تعوا بابا تعوا، هي طفيناها. بابا، إذا صحيح بتحبونا وبتخافوا علينا تفوها على طول، مو بس من شاننا، من شانكم كمان. نعم.
نسيت هذا الكيس بالشارع، جبت لك اياه منيح ما حدا اخذه. لا هذا كيس زبالي، انا كبيته بالشارع. اذا كيس زبالي محله الحاويه. الحاويه بعيده 50 متر، كثير نصيحه رياضه المشي. يا عم بركض انا كل يوم حوالين الحديقه 10 مرات. اختصرهم مره وركض بالكيس على الحاويه. حاويت زبالي بالشارع وكيس زبالي حطيناه بالشارع، شو الفرق؟ الفرق انه الشارع لكل الناس، لذلك لازم يبقى نظيف، بينما بيتك ملكك حر توسخه على كيفك. هاي كيسك اتركه بالصالون. شو السرعه؟ على فكره كل ما بدك تزته بالشارع بدي ارجع لك اياه. لخذ لك انا زته بالحاويه بطريقه قسمك نازل. من ايدك احلى مشان تعرف طريقه. ولك ابن مين انت؟ انا ابن البيئه. لا ليش سكرتي يا؟ حتى ما تروح المي هدر يا بي. مالك شايفتيني عم بحلق دقني؟ بعدين انا شلون بدي بلي الفرشاي؟ هاي كاسه لك فيها. ما بحب منظرها. لكن كل ما بدك تبلي الفرشاي انا بخدمتك. بل شلون؟ ماشي الحال. يا بي قديش تستحمل حلاقتك؟ يعني شي 5 دقايق. بتعرف اذا بقيت الحنفية مفتوحة 5 دقايق كم لتر مي بيروح هدر؟ ومين علمك الفصاحة؟ حفاظ على البيئة. انت عم تبني الورقة اللي عندي؟ وقعت منك رجعت لك اياها، خفت يكون فيها شيء مهم يعني. لا ما فيها شيء، انا كبيتك. ما حتزوق انت؟ انت زوق ولا ترميها على الشارع. شو شارع ابوك هاد؟ وابوك له حصه فيه، وقال بده اياه نظيف. شو مجنون انت؟ لا نظايفي. يعني انا عجايقي؟ هي كيس، حط زبالتك فيه وبعدين بترميهم بالحاويه بتصير نظايفي. اتسهل فتحة الشارع. اذا بدك في معي وراء كتير. لك كم نسخة في من نمرتك انت؟ قد ما بدك، شنو انصار البيئة ام يكتروا. فتحة الشارع روح اتسهل، بلاقيك على الشارع الجاي. الحقني لكان. الهواء الذي نتنفسه، الماء الذي نشربه، الأشجار التي تعطينا من ثمارها وتشارك في تعديل المناخ وصنع الأكسجين اللازم لبقائنا، هذه هي بعض عناصر البيئة. أحبائي الصغار، قد تكون أنتم أكثر مصلحة من الكبار في الحفاظ على بيئة نظيفة مصانة من الهدر والتلوث والتعدي. أعزائي الكبار، إن أفضل إرث تتركونه لصغاركم هو بيئة سليمة تضمن لهم النمو السليم وتؤمن لهم الموارد الكافية لينعموا بحياة سعيدة. إن مستقبل أطفالنا ليس مجرد أمنيات، إنما فعل لتحقيقها، ويبدأ الفعل بالبيئة. تتابع الدول الأطراف وتتخذ التدابير المناسبة من أجل كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بمبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي والوقاية من الحوادث، المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل. مسؤول عن كل وسخة أم يرميها من حالك. ابدأ ولا تقول هالوسخة ما رح تأذيها. منديلين وعلبة وكيس الحبة أبي بتصير، نحن اللي ربينا بهالأرض مو هيك من كافيها. تسلم لي أم الحالة، الحالة ما لو نسمالة تبقى
على شي بيبقى على ما هو إذا نحنا ما داريناه. المي بالهدر بتخلص، تخيل يوم حالك عطشان نقطة ورا نقطة ونقطة مع نقطة ونقطة بتعمل نهر. يا ما عطتنا هالأرض بس مو هيك منكافيها. لا 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 لا